ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع برنامجنا نجوم الفن. النهاردة هنسمع قصيدة من الشاعر محمود خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول قصيدة النهاردة السلام الدولي نسبة يعني الحالة اللي احنا عايشينها في البلاد كلها. ياللي بتحب وطننا بنحب كل الأوطان، السلام الدولي وحقوق الإنسان، بنرحب بالعالم كله على أرضنا مهد الأديان وحضارة وتاريخ ومنارة، أم الدنيا بخير وأمان، توراة إنجيل قرآن هم دول كتب الأديان، عيسى موسى محمد أنبياء رسل الرحمن. يعني مفيش في العالم قوة تقدر تغدر أو تعيب، الأديان لله وحده وإحنا عبيده نطيع ونجيب. دي كنايس مصر المحروسة ومعابد سيدنا موسى، وما بين الأخضر واليابس بنصلي صلاتنا المحسوسة. الشهداء عظماء الدنيا عظماء العالم والكون، شهداء يشهد لهم العالم، قدموا أكبر نصر ودور. شكرا. وسمعنا قصيدة الشاعر محمود خلف اللي هي كانت معانا النهاردة. معانا مداخلة تليفونية. ألو 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 ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك سعد الله. باسم الصحابي. باسم الصحابي. باسم الصحابي. منصبك ايه في الحزب، في حزب المؤتمر يا استاذ؟ استاذ باسم امين عام مساعد حزب المؤتمر بالاقصر. اهلا بيك معنا يا استاذ باسم. استاذ باسم، انت اهلا بحضرتك استاذ باسم. انا عايز اسالك سؤال. انت داخل، انت داخل الحزب بقى ليه؟ عشان انت صاحبك صاحب الناس اللي موجوده في الحزب، ولا داخله ايه الهدف من دخولك في الحزب يعني؟ لا، احنا هدفنا، الهدف الاساسي في دخلتنا الحزب هي خدمه المواطن الاسناوي وجميع الاقصر وكل المواطنين الاقصر. والحمد لله رب العالمين احنا في فتره معينه يعني صغيره في محافظه الاقصر قدرنا ان دي اهم حاجه يا استاذ باسم، ان انت تقدر تخدم المواطن. اكيد طبعا، احنا اساسنا وهدفنا الاساسي وهدف امين عام الحزب بتاعنا العمده. زي ما وضح لنا كده العمده الاستاذ علاء معانا. تمام. اللي هو الهدف الاساسي بتاعنا ان هو خدمه المواطن، واحنا الحمد لله يعني متواصلين مع جميع المواطنين في الشارع الاثنين ومحافظه الاقصر جميعا، متواصلين معاهم جميعا بنخدمهم في اللي نقدر عليه، ومتواصلين مع جميع قيادات الاقصر وبنخدم جميع المواطنين بالاقصر واللي نقدر عليه. واحنا 24 ساعه حضرتك موجودين كاعضاء وكقيادات في الحزب او من كبير لصغير بيخدم الشارع الاثنوي جميعا. شكرا لمداخلتك معانا استاذ باسم. نورتنا النهارده. معانا موهبه في الغناء استاذ احمد لطفي، النهارده مشرفنا من نجوم الفن. اهلا بيك استاذ احمد. استاذ احمد غنى عن التعريف، الاستاذ احمد معانا مطرب النهارده. اهلا بيك معنا استاذ احمد في برنامجنا نجوم الفن. هتسمعنا ايه النهارده بقى؟ حضر لنا ايه؟ ممكن نبدا بالاغنيه بتاعتي يعني. طب اتفضل. اغنيه كده شغلوها بقى. اتفضل. ماشي، نسمع لك حاجه كده يا احمد. المايونيز بتاعها. حزينة وللمش لطيف، وحزن المدينة وحضن الرصيف. شوارع حزينة
الليل مش لطيف وحزن المدينة وحضن الرصيف ودخان سجاير نزيف الدواير مفيش ورد داير يكمل خريف وجودي في حياتك بيصنع حياة وجودك في قلبي بيسرق دفا فبرجع دقيقة أشوف الحقيقة بعدك طريقة لقرب النجاة ساعات المواجهة بتبقى امتحان يا تكسب حقيقتك يا تفضل جبان ده حتى الأزايز وعمر العجايز بيدوا اللي فايز شهادة ضمان ده حتى الأزايز وعمر العجايب بيدوا اللي فايق شهادة ضمان يا كل العاشق وماسك في وهم وسايب حياته في نص الجراح ما يمكن فراقك يسيبك بسهم يشدك في لحظة لكل البراء الله عليك يا احمد بجد احمد مشكورك استاذ هاني على بجد الموهبه الجميله دي يا احمد بجد بالصوت اللي احنا سمعناه دلوقتي يعني احمد انا في المقدمه بس يعني عايز معانا مداخله تليفونيه استاذ محمود من الحزب مصطفى مرزوق. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. الو استاذ مصطفى. الو اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. حياتي لك طبعا الفنان الجميل صديق وحبيب الفنان مجدي عبد الحليم. اهلا بيك يا استاذ مصطفى منورنا ومشرفنا والله. مشرفنا في برنامجنا اللي هو نجوم الفن يا استاذ مصطفى. عايزين بقى نتكلم عن استاذ مصطفى. يعني كساب طبعا محمود وشكر بحييكم طبعا بحيي جميع في الاستوديو وفريق الاعداد. يا معانا انت موجود معانا النهارده استاذ مصطفى في برنامجنا. استاذ مصطفى بقى الفنان الكبير استاذ مصطفى مرزوق صاحب امتياز جريده الاهرام. طبعا تلميذك حبيبي منورنا ومشرفنا والله. تلميذك يا فنان طبعا تلميذك طبعا يا فنان وان شاء الله خير طبعا شرف ليا طبعا انك معاك في برنامجي النهارده وانت اخ فاضل طبعا وصديق وكان لي الشرف اني اشتغلت مع حضرتك قبل كده طبعا. طبعا عملنا بعد مسلسل اخ الجنان طبعا. اه انت شرفتنا ونورتنا يا استاذ مصطفى النهارده واحنا احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا يا استاذ مصطفى في المداخله دي. حبيبي نورتنا وشرفتنا والله. نورتنا يا استاذنا والله. ان شاء الله منتظرين في 11/3 ان شاء الله تنوروا بلدكم طبعا لوكسور وافتتاح المؤتمر. دي بلدنا الثانيه دي يا استاذ مصطفى. ربنا يوفقكم ان شاء الله افتتاح موفق باذن الله باجتهادك وبشغلك الجميل يا استاذ مصطفى. باجتهادك وبسعيك ان شاء الله حزب المؤتمر يقف وقفه جميله كده وافتتاح موفق باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله من يوفقك ان شاء الله. ماشي يا استاذ مصطفى احنا سعداء بمداخلتك معانا يا استاذ مصطفى في برنامجنا نجوم الفن يا استاذ مصطفى. انا هرجع تاني للمطرب الجميل احمد لطفي. احمد اتشرفت بيك يا احمد في برنامج. احنا سعداء ان احمد كان موجود معانا النهارده محمود في برنامجنا نجوم الفن. ماشي ما انا عايز اقول له ان انا ان السؤال احمد يعني انا عايز اقول لاحمد الوقت البرنامج بتاعنا خلص يا محمود. أنا ما شرفتونا النهارده ونسمع من احمد اغنيه في برنامجنا نجوم الفن معاكم على ختام الحلقه بتاعتنا اللي هي موجوده في برنامجنا اللي هو نجوم الفن. ماشي يا استاذ محمود ممكن يبقى المايك مع حضرتك. المايك معايا ولا بس عشان معلش يا استاذ محمود عشان الصوت يطلع لايف معه. امسك عينيا يلا نعمل كده حبيبي يلا 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 ما شاء الله عليك استاذ محمود شعر زي حضرتك يا استاذ احمد. بعد الليالي يلا بعد اتفضل اظن كل عليك.
بعد الليالي والايام من شوقي إليه والله ازاي هون عليه كل شيء في البعد وحشوني كتير عيني معقول نسيت الوعد بان قد ايه ولا يوم قدرت انساه ليه من الدنيا ليه يا حبيبي بعيد واخداه قرب لي حبيبي حبيبي رد بأي كلام لو قادر حبيبي.